جاءت رواية أخرى فيها أن هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس، أين تذهب بعد أن يمسي، بعد أن يحل المساء بالناس؟ جاء في الرواية بأن الشمس تذهب لتسجد لربها، كل ما في الأرض يسجد لله تعالى، نحن لا نشك في هذا الأمر. أما إن كان بالمعنى الظاهر للحديث أن الشمس تذهب إلى موضع وتبقى ساجدة لله حتى يطلع النهار، فالعلم الحديث يقطع بأن الشمس مكانها وبأن الشمس تبقى تدور حول الأرض. هل يمكن مع هذه التقدم الذي أصبح فيه هذا الأمر حقيقة من الحقائق لا يمكن أن نقبل مثل هذه الرواية؟ نقول إن بعض الرواة قد وهم في الأمر. أيضا جاءت رواية أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وأنه يصعد بعد ذلك، أي بعد أن يرتفع الثلث الأخير من الليل. أما النزول الحقيقي وهذا نجل الله تعالى عنه، الله تعالى لا يمكن أن يحل في الأمكنة. وفوق ذلك، وفوق هذا المعتقد، يقول كيف تقول إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ الآن لا أظن عاقلا ينكر أن الشمس كروية، أن الأرض كروية، وأن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، هذه أصبحت من الحقائق التي لا يشك فيها أحد. فالشمس من حيث ضياؤها وسناها ينتشر على الأرض، والليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي أنهما متتابعان، فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض في أي لحظة من أن يكون فيها ليل أو نهار. كان الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وأخذناه بظاهره هذا، معناه جل الله تعالى عن ذلك أن الله تعالى يدور، لأن الثلث الأخير من الليل لا يرتفع عن الأرض. كيف يمكن نقبل هذا؟ لم نقول هذه زيادة لعل بعض الرواة زادها، ولكن الصحيح أما الذي ينزل أن الله تعالى إنما تنزل رحمته للقائمين لليل من يدعوني فأستجيب له، أي أن الله تعالى يتجلى لعباده برحمته. أريد من هذا كله أن أصل إلى أمر أن الأئمة قد رووا الأحاديث وفيها قد اجتهدوا حق الاجتهاد، نصحوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نشك بأن هؤلاء الأئمة كالإمام الربيعي وكالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الإسلام، نحن لا نشك أنهم كانوا ناصحين لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.